صراحة التلفزيون صار قليل جدا، فالناس كلها تاخذ معلومات من السوشيال ميديا، وما يصير يعني خاصة شغلات طبية يعني هاي هذا موضوع كلش يعني صعب واحد يحكي به، مو أي واحد يقدر يحكي به أصلا، لازم اختصاص ويمكن يحكي بهذا الموضوع، ويعني خريج لازم يكون خريج وعنده معلومات قوية، مو هو أصلا هو يجيب معلومات من الإنترنت ويقولها، فهذا موضوع كلش لازم يكون اكو مراقبة على هذا الموضوع. يعني صراحة اكو يعني معلومات، اكيد اكو معلومات صحيحة بس اكو معلومات كم يعني هم يعني غلط، فالثقة يعني اكيد اكو 50%. يعني نسبة كبيرة تقدم معلومات غير صحيحة حول العلاجات، يفضل الاستعانة باستشارية طبيب صيدلانية أو بالاختصاص. طبعا هي ظاهرة غير صحيحة، خاصة اللي ينشروا أغلبهم الأغلبية يعني ينشروا وهو غير اختصاص، يعني ما يكون صاحب اختصاص من ينشر هالشي هذا، والعالم تصدق المشكلة، يعني العالم قاعد تصدق بهالشي هذا من يجي العلاج أو شيء هذا، مثلا مراهم أو كريمات تفتيح، يعني الأمور هاي الشغلات الحاصلة، ولو الطبيب الأخصائي أو الصيدلاني الاختصاص ما معقول راح ينشر هذا الشيء ويسوي مواقع تواصل، يعني على مواقع التواصل، لأنه إلا يعالج الحالة أو يشوفها مقابله يعني شخص الحالة 100%. أما أصحاب خلينا نقول ما نقدر نقول أصحاب مثل ما يقول سناتر التجميل وشغل، ما نقدر هم نظلمهم كلهم، لأن بيهم اختصاص وبيهم، لكن بيهم هم قسم منهم يسوقون الأمورهم عبر الانترنت والشغلات، وهي ظاهرة مو صحيحة. مثل ما قلت هاي الأدوية لو تجي عن طريق الحكومة الناس تستفاد، ولا تجي من طريق القشخ طبعا هاي أذية، لازم الحكومة تتابع هذا الموضوع. ما أتصور صحيحة، بس هم واحد يحسب حسابه، لو ما صحيحة هم يقدرون يعرضوها على الفيسبوك وعلى الفضائيات، بس في كل الأحوال يعني الحكومة لازم تسيطر على هذول الناس الأشخاص اللي يجيبون هاي الأدوية ويأذون العالم بها.